اعزائي المشاهدين، خلينا نروح لارض الملعب ونسيت هنا ابو القاسم ولقاءات ما بعد المباراه. اتفضلي يعني. برحب بيك كابتن هيثم من جديد وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مبروك طبعا فوز رجال كرة اليد في الضربة الأولى من بطولة كأس الكؤوس على فريق كيركوس بنتيجة 59-8. مباراة كبيرة جدا طبعا، ومعي في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراة النهاردة طبعا اللاعب محسن رمضان. وده طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وببارك لك أكيد على الفوز. مباراة كانت سهلة، عملتوا طبعا يعني قدرتوا تفوزوا بفرق سكور، عايزك تكلمني عن المباراة. طبعا أنا سلام بحضرتك وبرحب طبعا سيد ضيوف. طبعا الماتش احنا بناخدها خطوه خطوه، احنا بقالنا شهر مثلا مستعد للبطوله ديت وماتش السوبر. امبارح خلصنا ماتش السوبر، قفلنا الصفحه بتاعت الماتش دوت، بنركز انا اقوله جديد في البطوله. طبعا هي بطوله مش سهله، لسه عندنا ماتشين تاني، هنلعب الماتش الجاي رجاء غدير وبعد كده سبورتنج، وبعد كده نبص بقى لدور الثمانيه والسيمي فاينل وفاينل، فبناخد الماتشات واحده واحده يعني. انتوا طبعا عاملين سيزون قوي جدا زي ما احنا كلنا شايفين، وطبعا هدفكم هو تحقيق كمان بطوله كاس الكؤوس. عايز اعرف هتستعدوا ازاي للمباريات القادمه، خصوصا انه ما فيش وقت، يعني زي ما انت قلت خرجتوا من بطوله السوبر الافريقي على طول بتركزوا في كاس الكؤوس والمباريات كمان بينها وقت قليل قوي. طبعا من ساعه ما ديفيد جه واحنا بنتكلم اللي احنا السنه دي احنا ان شاء الله احنا عايزين نحقق الاربع بطولات اللي عندنا، فزي ما انت شايف احنا الحمد لله حققنا الدوري وبعد كده الكاس وحققنا السوبر، فاحنا بناخدها خطوه خطوه. طبعا فرصه زي ديت مش هنفوتها طبعا، اللي هنحقق كاس الكؤوس يعني ان شاء الله. مشكورة جدا والف مبروك مرة تانية. الله يبارك عليك، شكرا جدا. يعني يا كابتن هيثم ده طبعا كان لقائي مع نجم النادي الاهلي كابتن محسن رمضان، لسه مستمرين معاكم طبعا في لقاءاتنا، والان العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. هلا أبو القاسم، شكرا جزيلا. يمكن محسن رمضان يعني عمل مباراة كبيرة، معاك حق يا هنا، في مباراة السوبر الأفريقي وكان أحد مفاتيح الفوز بالهدفين اللي حطوهم من 9 ياردة أو من يعني دايرة 9 ياردة في آخر اللقاء.